فراخ ستريبس بطريقة لطيفة جدا وشيك كده وحاجة هتعجبكم قوي. يا معانا الفراخ ستريبس، معايا زيت زيتون، ومعايا عسل نحل، ومعايا خل عنب ابيض، ومعايا فلفل كابسيوم اللي هو الفلفل الحلو يعني احمر، وفلفل حار احمر، ومعايا بصلة يايا مش كبيرة قوي، معقولة في المتوسط يعني، معايا صوص صويا. انا افضل يكون فاتح، لكن مش موجود الفاتح في السوق هتجيبه الغامق ما فيش مشكلة يعني، انما افضل الفاتح في الطبيخ. الغامق افضله في الديبينج يعني، وانا باكل سوشي مش عارف ايه بتاع كلام من ده في الديبينج، لكن في الطبيخ افضل نحط الفاتح. اوكي، معايا بابريكا ومعايا جوز الطيب، بعد كده معايا نشا وشويه ميه ادوهم فيها، ومعايا دبس رمان. اظبط الكلام ده كله، احط له شويه كريمه تبقى الدنيا حلوه وجميله، صوص حلو كده، وبعدين ايه اغرف مع شويه رز واحط شويه ايه لوز محمر. طيب تعالوا نعمل كده، سخن شويه بارد، واخد الحواديت الحلوه دي الاول ايه نقطعها اوكي. مش هشيل البذر، عايزها تبقى ايه حاره، فمش هشيل البذر. اوكي نعمل كده بقى، هنحط الكلمات الحلوه دي. تمام، دي بقى ايه زيت والخل والصويا، بحط كل الايه يعني لازم احط كل السوائل عشان تساعد في الضرب. اوكي، والتتبيله برضو وجوز الطيب، حطينا البابريكا، وفي الاخر نحط العسل. جميل، يلا نضرب الكلام ده. يلا نبتدي بقى ايه نحط الفراخ. تعالي لي بقى هنا كده، ناخد واحده واحده كده اهو. وهكذا هيرجع تاني يكش الكلام ده. جميل، اوكي، كل ما قعدتوها في التتبيله اكتر كل ما كانت احلى. هنبتدي نشوي. طيب تعالى كده شويه زيت كده، وادي الفرشه اولا. جميل، هنشوف. طيب in the meantime او في هذه الاثناء هنعمل كده، ناخد النشا نحطه مع الميه، مش عايز الميه دي كلها، وهناخد العمده، هناخد الكلام ده هنحط عليه النشا والحدوته. وارفع النار
نرفع النار لغاية لما ايه الكلام ده يغلي ويتقل. يلا بينا نشيل الكلام ده. نيجي هنا بقى نعمل كده. يلا بينا. طبعا احنا فاكرين ان البلب ده كان على النار بيغلي على النار، اوكي؟ يعني اذا ممكن استعمله من غير ما ايه ما اعمل فيه حاجه، ممكن زي ما هو كده يتاكل لانه اوريدي طلع على النار فما فيش مشكله. ماشي تمام. احط بقى دبس الرمان. اوكي. و الكريمة معانا في الاخر شوية من هذا الكلام هنا. اسيب الكلام ده ايه يعيش مع بعض. نغطي عليه 3 4 دقايق كده. نحط بقى الكريمة ونقلب تقليبة. اوكي. نيجي بقى هنا نحط الكلام ده. ادي الصوص. ماشي يا عم. وادي الفراخ. خلاص يلا. وادي طبق الغرف والرز الحلو بتاعنا. نيجي هنا بقى نحط الموز.